السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وصفات حليمة. فاليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم واحد التحليه اللي كتجي هائله بنكهه القهوه. فغادي ندوزوا المقادير ان شاء الله وطريقه التحضير. عندنا في المقادير اطرو ديال الحليب، ورا اطرو الحليب اللي غادي نديروه في الكاسرونه باش نسخنوه، غادي نميلونجو ان شاء الله الكل. ورا وعندنا معلقه كبيره ديال السنيده، ولا ثلاثه المعالق ديال السنيده عفوا، وعندنا النشا ثلاثه المعالق كبار، ولا يكون المعلقه تكون وافيه ديال الصوبه اللي كناكلو بها لاصوب. ولا وكندوزو باش نديرو نكهة فاني، الفلون ديال نكهة فاني ورا اللي كنديرو. نتوما كتقدروا تنكهو باش ما بغيتو، الشوكولا ولا اللي عجبكم. دونك انا حقاش غادي ندير نكهة القهوة في الكريمة، دونك غادي ندير ثلاثة المعالق ديال الفلون ديال فاني، وعندنا معلقة ديال الزبدة، وغادي نخلطو الكل ونديرو فوق البوطة واحد خمسة ديال الدقيق لطونكي يطلع معنا الغليان. التحليه ديالنا وجدات. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نزينو الكيسان ديالنا بالكريم كراميل اللي ديجا وجدتو معكم في الفيديوهات اللي ديجا فاتو، تقدروا ترجعوا ليهم تشوفوا كيفاش كيجي. بسم الله. فوالا كنصبوه بحال هكا. ودابا غادي نوجدو باش نضيفو الخليط ديالنا وهو سخون. فوالا وكنخليو باش نديرو من بعد البنان. دابا غادي نخليو على جنب، وغادي ناخدو واحد الكاس اللي غادي نخلطوه من بعد، غادي نديروه في الثلاجة باش يبرد لينا باش نوجدو به الكريمه ان شاء الله اللي غادي نديرو فيها النكهه ديال القهوه. دابا غادي ندوزو باش نضيفو ديك الكريمه اللي خلينا في الثلاجه قبيله. فوالا حتى التحليه اللي جمدت معنا في الثلاجه بردات، وغادي ندوزو نديرو واحد الكويه كبيره ديال الفلون اللي تبقى معنا. فوالا بحال هكا. وعندنا واحد الساشية ديال الشونتي الكريمة. وغادي نديرو واحد معلقة ولا جوج ديال القهوة. فوالا نديرو نكهة القهوة، نتوما كيبقى لكم الاختيار ديرو اللي بغيتو. وغادي ندير واحد ثلاثة المعالق ديال الكريمة بحال هكا ديال الكريمة الشونتي. فوالا ودابا غادي نطلعو الكل ونرجعو باش نوريكم ان شاء الله النتيجة ديالها. فوالا بعد ما بردات معنا التحلية فغادي ندوزو باش نزينوها ان شاء الله بالكريم كراميل اللي ديجا نزلتو ليكم في لي فيديو. ندوزو باش ان شاء الله نديرو لهم الكريم كراميل، وغادي نحاولو ما امكن باش ندورو على الكاس باش يلصق مع الجناب باش باش نلصقو عليه داك البنان باش يستيان بيان البنان يلصق عليه مزيان. وغادي ندوزو باش نديرو تاني. وعندنا واحد دويبرة ديال البنان اللي حنايا قطعناهم ودرنا عليهم درنا عليهم شويه ديال الحامض. وانتوما من الاحسن ديرو بنانه ما تكونش طايبه بزاف، انا كانت عندي بنانه شويه طايبه دونك سي دوماج، كانت درتها مي ما عطياش فريمون نضره بزاف. من نتوما تقدروا ديروا شي بنانه اللي تكون مازال خضره، من الاحسن تكون خضره بزاف باش تشد لكم، باسكو هذه طايبه شويه دونك. فوالا دائما كنحطوهم بحال هكايا، كانت صعيب باش انها كتثبت لينا البنانه طايبه بزاف. نتوما تقدروا دائما كما قلت ديروا بنانه شويه جاده فروحها خضره، وكنبقاو نزينوهم بهالطريقه هذه.
هنا كندور عليهم. الا كتشوفوا البنانه كتكون طيبه بزاف ما كتبغيش تشد لينا في الكاس. دونك كما قلت انتم كيبقى لكم الاختيار، زينوا بلي فريز، تزينوا بالبيش، تزينوا باش معجبكم. دونك غادي ندوزو باش نديرو ان شاء الله عفوا الكاطو اللي حنايا الباستا اللي حنا حكيناها قطعناها مرصوات صغار غبيناها هكايا. غادي نحاولو نزلعوها بحال هكا فوق البنان سميتو الكريمه ديالنا. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نديرو الكريمه اللي حنا وجدناها. هنا كنحاولو نحطو الكريمه بشويه بشويه نثبتوها فوق من الديسير ديالنا. فوالا فهي ناجحه الحمد لله. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نزينوهم. نتوما كيبقى لكم الاختيار. غنزينوهم شويه ديال مغصو ديال الباستا اللي حنا درناه لتحت، ونديرو شويه ديال الزبيب اختياري، ونتوما كيبقى لكم الاختيار. غادي نديرو شويه زبيب وواحد الشوكولا فوالا، ونديرو مرصوات ديال الشوكولا بحال هكا، داك البويضات ديال الشوكولا اللي كنزينو بهم. وغادي نزيدو واحد الوريقه ديال النعناع اللي باش تعطينا واحد المنظر زوين. فوالا كنعاودو نديرو وريقه النعناع بحال هكا باش كيعطينا منظر، ونديرو شويه ديال الكريم كاراميل اللي كنقدروا نديروه من الفوق بحال هكا، كيعطي حتى هو واحد المنظر زويوان وكيعجب الكل وكيجي هائل وزوين. كنتمنىكم ان شاء الله تشاركوه مع الاهل والاصحاب ديالكم. بعد ما وجدت معنا التحليه فكنقدموها لكم بالصحه والراحه، كنتمنىوها تعجبكم وتشاركوها مع الاهل والاصحاب ديالكم. فشكرا لكم على تتبعكم للفيديو، ولقاؤنا يتجدد ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.